هذه اللغطات دكتور نشوف الجامعة دي. طيب. بعض اللغطات ضغطات داخل الجامعة وبعضها خارج الجامعة. خارج أسوار الجامعة. نعم. نعم. طيب. يعني محمد أخوي إذا تسمح. إحنا نشوف السكين الآن في يده. أصي قضبان حديدية سكاكين حجارة في جامعة البحرين هجوم على طلبة. الآن الطالب الجامعي اللي سرد قصته يعني أنا والله ما بعلق على الصور وبخلي الناس يعني الصور تعبر عن نفسها بدون تعليق. خلي الناس يشوف الصور تشوف ما جرى في جامعة البحرين داخل وخارج الجامعة. هاي الصور وصلتنا للتو ونعرضها عليكم أخواننا المشاهدين للمرة الأولى. هاي اخوي محمد المبنى رقم 20. المبنى هذا بالكامل دمر بالكامل وحرق بالكامل ودمر كل ما فيه. يعني المبنى لا يصلح نهائيا لاستخدام. هذه المساحة اللي بين هذا مدخل إدارة الجامعة كسر بعد. كانت في محاولة لدخول إدارة الجامعة وفي مباني كسرت في مبنى تسهيلات مباني كثيرة. هاي طبعا صور من هذا مدخل كلية إدارة الأعمال. الآن في يعني واضح مستوى التحطيم والتخريب في الجامعة واضح. لو أسألك دكتور. نعم. جاوبني بصراحة من هي قام بهاي الأفعال؟ الجماعات اللي تقول أنها معارضة أو الجامعات الأخرى من اللي قام فيها؟ والله أنا ما أقدر أقول من بالضبط بس أدري مجموعات كبيرة من الطلبة من كل يعني إناث وذكور ظهروا وقاموا بهذا العمل والتكسير هذا واضح. وهذا كله يعني يرجع إلى جامعتهم الوطنية. الطالب في جامعة البحرين محمد يدفع 6% من قيمته فقط. الدولة تساند الطالب ب 94% من قيمته. يعني الطالب يدفع ما يقارب ال 220 دينار بحريني سنويا وكلفته الحقيقية لا تغل عن 3700 سيارات دينار. سيارات هذه سيارات كسرت في البارك. كم عدد السيارات اللي والله يعني ما عندي رقم كابل ذي. اذا دكتور يوسف خمس سيارات حسب ما قال دكتور يوسف وفي سيارات طبعا دمرت وكسرت. يعني انا بعرف يعني بعد المسيرة اللي صارت. نعم. بدأت هذه الأعمال أعمال التخريب في الجامعة. والله احنا طبعا أثناء المسيرة كنا مشغولين في موضوع التهدئة وإبعاد أطراف الطرفين عن بعض. فجاءوا أولياء أمور دخلوا وكانوا يبون يساندون أبنائهم وصارت بعد دخلنا الشرطة وفصلنا بينهم وبين الشباب شباب المسيرة المتظاهرين. وفعلا في الحقيقة يعني عندنا طبعا هذه سيارة أخرى من السيارات اللي يعني أعتقد دمرت. كسر الباب الرئيسي ودخل الباب الشمالي من الجامعة كسر ودخلوا الجامعة بأعداد كبيرة حقيقة. كل أجهزة كمبيوتر وأجهزة لاستخدام في الصفوف للعملية التعليمية. هذه جزء من الكراسي وجزء من أساس هذا المبنى اللي دمر. هذه أي مبنى 20. مبنى 20. ماذا يضم المبنى 20؟ شو اللي يضم هذه المبنى؟ دكتور شنو في المبنى هذا؟ مركز اللغة الإنجليزية. مركز اللغة الإنجليزية. نعم. إذا نقدر نقول مركز اللغة الإنجليزية في جامعة البحرين دمر بالكامل. هو هذا مبنى جديد دكتور. يعني مبنى حديث في مجهز بأحدث الأجهزة. الآن لو تشوفه تقول هذا زلزال صاير فيه. نشوفه دكتور. بالضبط. ويعني انا تسمح لي حقيقه يعني في هناك شعارات كتبت على الجدران في داخل هذا المبنى حقيقه نفس الشعارات تنال من 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 الدوله ومؤسسه الدوله. فهذا يعطينا مؤشرات يعني يتساءل البعض يعني ما ذنب هذه المؤسسه التعليميه اللي تخدم كل شعب البحرين تخدم كل الفئات ان تدمر هذا اليوم بهذه الطريقة وأن يسقط ضحايا نتيجة هذه الأعمال اللي حدثت هذا اليوم في جامعة البحرين لا يمكن أن يكون في عدد من مناطق البحرين طلابي. يعني لا يمكن أن يكون سلوك طلبة
هذا يعني شيء يعني ما يعرف بالفعل. سؤال، هل هذا هو سلوك طلبة جاءوا للتحصيل العلمي ولتلقي العلم ولكي يرتقي وطنهم بهم؟ يعني مناظر صراحة مؤسفة، مناظر مؤسفة اللي قاعدين نشوفه الآن. يعني لا، يعني البحرين الآن، أنا واثق من كلامي، بحرين يقول هذه البحرين، هذه صار في البحرين اليوم، هذه اللي صار في جامعة البحرين اليوم، هذه غيرة الإنسان على وطنه وعلى ممتلكات وطنه وهي ممتلكات عامة تخدم الجميع. يعني أين الغيرة على الوطن؟ أين أنا أريد الآن الجماعات اللي تتكلم عن حرية التعبير والتظاهر السلمي، وحق التعبير السلمي، عن الجمعيات السبع المعارضة اللي كل يوم عندهم بيان وكل يوم عندهم فعالية في دوار مجلس التعاون، نبي تعليقهم على اللي صار بالضبط. على السلمية اللي شفناها اليوم واللي أسقطت وكشفت الأقنعة. أخوي محمد، بس لازم أوضح نقطة لي جدا مهمة. ترى في هذه المبنى حوصروا طلبة في الطابق الثاني، المسألة ليست مكسر كرسي أو جامع، ما علش هذه تتعوض، ولكن الأرواح الناس اللي حوصروا بغرض الاعتداء على الجسم على النفس في هذه المبنى لمدة ساعة ونص، يعني حاصرينهم في هذه المبنى إلى ما يو قوات الشغب وشالوهم. يا حقيقة يا جماعة، يعني شيء غير معقول. أخي محمد، اللي شفناه اليوم أنا لم أتوقع من طلاب جامعة البحرين. أنا صار لي تقريبا 4 سنوات رئيس لهذه الجامعة، لم أتوقع طلاب جامعة البحرين أن يتعاملون مع بعض بالصورة هذه. إن كانوا يريدون ينالون من بعض، يريدون أن يعني يجرحوا بعض، يريدون أن يصلوا إلى أجسام بعض. أنا لم أتوقع هذا. الدولة دفعت الكثير من الملايين لهذه الجامعة الوطنية ودعمت الطلبة، كل طالب في جامعة البحرين مدعوم، ليس الفيز اللي دفعه هو الفيز الحقيقي، إنما مدعوم ب94% من قيمة الحقيقية، وغير طبعا الطلبة المعفيين اللي قرابة 2000 طالب معفي بالكامل من الدولة. فلم أتوقع هذا أبدا. من أهل البحرين، من أهل البحرين هذا لم يعني لم أتصور أن طلاب جامعة البحرين يصل بهم الحال إلى هذا، إلى ما إحنا عليه. يعني هذا يدلل، هذا يبين ما كنا نشير له من البداية من استشراء الطائفية وأن تنحو الحركات أو التحركات إلى منح طائفي يصل بالبحرين إلى هذا الحال. ولكن يعني مناظر مؤسفة. احنا أنا يعني ما أريد أشوف هذه المناظر، لكن حتى نعرض للرأي العام، نبين للرأي العام ونبين للرأي العام البحريني قبل العربي وقبل الأجنبي، نقول لهم، نقول حتى للإخوان في التلفزيون، أرضوا ما لديكم، وضحوا للناس الحقيقة، قولوا لهم شنو اللي صاير بالضبط، لا تخلون الناس يتجهون إلى قنوات مغرضة من أجل أن يعلموا عن أخبار بلدهم وأخبار وطنهم. وحنا شاكين لكم طبعا اللي هي، وهذه دعوة حق كل المسؤولين أيضا دكتور صحيحة. كل مسؤول يدير لغط ويدور لغط حول أداء